إخوتي، أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت مع فيديو جديد. قبل أن أبدأ الشرح، أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك الفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. اليوم مع هذا الموقع القديم لربح عملة الروبل. إخوتي، هذا الموقع تسجلت فيه في منذ عدة أشهر، ظننت أنه نصاب، ولكن عندما دخلت إليه في الأيام الأخيرة طلب مني إيداع 100 روبل، وأودعت 100 روبل، ثم لا يريد أن يسحب ويطلب لي رقم الهاتف. ثم قمت بوضع رقم الهاتف مرة أخرى بإعانة من صديق على اليوتيوب الذي قال لي يجب أن تضع رمز البلد، عندما تضع الأرقام الأخرى لا تضع السفر. ثم قمت بالسحب وتم السحب بنجاح. إذن الموقع رائع جدا إخوتي. هذا هو السحب الأخير، 14.85 روبل. أظن عندما تتسجل يعطيك الموقع هدية، تأتي إلى هنا. طريقة العمل سهلة جدا، مثلا عند التسجيل أظن أنه يعطيك شجرة، تأتي إلى هنا. سأريكم طريقة عندما تقومون بالإيداع. الإيداع من هنا، تضغطون هنا إيداع، ومن هنا عندما تودعون يعطيك 100% بونص. إذا ودعت 100 روبل ستتحصل على 200 روبل. ثم تأتون هنا إلى المتجر، تشترون الشجرة بقيمة 100 روبل. لا هي، إذا استثمرتم 200 روبل لديكم 400 روبل في الإيداع. تضعون هنا 4، ثم تضغطون هنا، ثم تأتون إلى هنا لتقومون بغرس هذه الشجرة والأشجار التي اشتريتموها. تجدون هنا الشجرة، انتظر قليلا أن تضعف. اليوم سأوقف الفيديو لتتحمل الصفحة. هيا إخوتي الأشجار التي لدي 17 13 شجرة إخوتي. أنتم الأشجار التي اشتريتموها منذ لحظة مثلا تجدونها هنا، تقومون بالضغط عليها وسحبها إلى الحق، ثم تتركها تنغرس وحدها. إذا لديكم 4، قوموا بالواحدة تلو الأخرى. طريقة سهلة جدا، اسحبوها ثم اتركوها في الحقل، اضغطوا عليها لتغرس في الحقل. كلما لديك عدد أشجار كبيرة يكون الأرباح كثيرة. في نفس الوقت هنا تجمع الأرباح، تضغط هنا هكذا وتذهب إلى البيع هنا مباشرة. قيمة تذهب إلى الإيداع، وقيمة لو نقوم بتحديث الصفحة هكذا، انظروا، قيمة تذهب إلى السحب، قيمة تذهب إلى الإيداع. إذا أردت السحب أضغط هنا أو أضغط هنا هكذا، ثم تنزلون إلى الأسفل هكذا، هذه هي سحباتي الأخيرة، 23.8، 24.8 و26.8. بالترجمة، تختارون وسيلة الدفع هنا، الكيوي هنا، ويب موني هنا، الفيزا هنا، البيتكوين هنا، الأتركاش هنا، هذا بنك روسي هنا، الباير هنا، البرفكت موني، وهنا الكوين بايمنت. أنا سأختار الباير هكذا،
ها هي القيمة التي لديها في الحساب، يأخذ 6% الموقع. تضعون عنوان المحفظة هنا، تضغطون، ثم تظهر لك صفحة الهاتف، تضع الهاتف أو يوضع أوتوماتيكيا، ثم تضغط السحب، يسحب مباشرة. أنتم عندما تتسجلون أو عندما يذهبوا مباشرة لوضع رقم الهاتف، يرسل لك كود التفعيل، تقوم بوضعه ثم يتم تفعيل حسابك بالهاتف. هنا بونص يومي، نضغط عليه. انظروا الذي يذهب إلى الإذاعة، لدي 8013 قطعة. سأضغط هنا هكذا. أظن أن مازال الوقت، مازال 3 ساعات و12 دقيقة و30 ثانية لأخذ البونيس. بالترجمة، مازال كما قلت لكم، هنا تبديل الأرباح إلى الإيداع. هذه تذهب إلى هنا للشراء إذا أردتم زيادة تقوية التعدين. هنا إذا أردت مراسلة الموقع، هنا الإحالة، لديه 5 طبقات للإحالة أو 5 مستويات، 18%، 7%، 5%، 5%، قبضا أو 5%. بالنسبة ل 18% تأخذ 18% لكل من يتسجل عبر رابطك ويودع في الموقع. إذا قام بالإيداع مرة أخرى تأخذ 7%، إذا مرة أخرى تأخذ 5%، 3 مرات 5%. هذا هو رابط الإحالة. إخوتي اغتنموا هذا الموقع، موقع رائع جدا، يعمل منذ مدة، ظننت أنه نصب ولكن يدفع مباشرة. إخوتي هذا ما لدي في هذا الموقع، لا تنسوا التكثير من اللايك للفيديو لدعمنا لنزيد من المواضيع رائعة جدا. إخوتي أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.